Aujourd'hui, nous sommes le samedi, bien sûr, 26 février 2022. Il est presque 22h04. Il est 22h05, presque. Et ça, le 26 février 2022, il est presque 10h05. كما كنتوا تشوفوا دركا هذا رسومبلومون تاع النساء مساكن وين تصرى مشكله يخرجوا بعض النساء مساكن 20 30 مساكن يعيطوا مساكن ويروحوا لديارهم يبعثوا لهم الشرطه قال هيا مدام هيا مدام راهي تروح هي في لمن يزيدوا يستناو حتى تزيد تموت مره اخرى ويزيدوا مساكن يخرجوا ويزيدوا حتى تزيد تضرب مره اخرى تكسر لها راسها ويزيدوا بصح ما كان والو لا حياه لمن تنادي. الناس اللي قالوا لي وبعثوا لي واحد لا فيديو قالوا لي تكلم على هذا المشكل تاع لي فام باتو الناس المراه الناس النساء اللي مساكن يضربوا مش غير يضربوا يتقتلوا لو كان جات غير ضرب برك معليش يتقتلوا. انا اسمحوا لي الناس اللي بعثوا لي نقول لكم يا ناس الحل ماهوش سهل الحل ماهوش سهل في بلاد كيما الجزائر في بلاد اللي نستغلوا فيها الدين تاع ربي سبحانه عز وجل باش نردوا للمراه جاريه باش نردوا للمراه اسكلاف. المشكله حتى بعض النساء بعد مساهمين في هذا الشيء بعض النساء داعشيات واش تحبوا انتم تردوا لاسوسيتي تاعكم مدعشه وانتم وحنا نحبوا نرجعوها ان سوسيتي اللي ما يكونش فيها العنف ولا سي با بوسيبل سي با بوسيبل. كاينين نساء بعد تعشيات هما بعد تعشيات واش راح تنجمو تقول لهم هما بعد تعشيات كيسكو فو زالي فيغ اللغال اللغال بلا سوسيتي ولات اون سوسيتي كيما قال واحد كومبليتمون ايغادي غاديكاليزي النساء هما بعد تقول لك عنده الحق الراجل يضرب مرته وعنده الحق الراجل يقتل مرته النساء يقولوا كيما هكا. علاش؟ باسكو مساكن اللي غالب عليهم ايزون ايتي اوندوكتريني المخ نتاعهم مساكن تقولها في مخها باللي راجلك هذا راهو قادر يقتلك هيا تقول كيما هكا علاش باسكو هو راجل وانت امراه. في بلاد اللي يستغلوا الدين باش تولي المراه اسكلاف ما تنجمو تغيروا والو غير ديتو ما تنجمو تغيروا والو خلاص نهائيا. اسمحوا لي دونك كما قلت لكم الناس الحكام نتاعنا مستغلين الدين باش يرجعوا المراه اسكلاف باش يرجعوا المراه جاريه عندهم راكم تشوفوا مدايرين كلش باش ترجع المراه اسكلاف مدايرين كلش ماهيش ما كان حتى المراه تضرب يتكسر لها راسها يتكسر لها خشمها كي تروح للعداله تشكي كيما قال لك داروا لهم فرصه باش كي تجي المراه قال انا سامحوا راني سامحت السيد هذا اللي ضرب فلا معنى يجي يخرج نورمال كلي ما صرا والو كلي ما صرا والو دونك داروا كلش وخليها الزواج هذا اللي بالربعه وبالعشره كانوا دوكا راجل مدي 10 نساء كيف يديهم؟ ادخل الجامعه قال الله ما عطاه وخلاص هذا ما كان ما تعقد ما والو كيما قال دير برك وخلاص هذا ما كان ما كانش قانون ما كان والو كيما قال لك
ربي جاز ربعة للراجل، هما يقولوا انا رب العالمين، انا بالي بلي ما يقولش كيما هكا، هما اللي يقولوا ويباركيو على ربي سبحانه وعز وجل، اي حاجه اللي تخدمهم هما قال ربي قال. هذه هي راكم تشوفوا اشاك فوا. البارح برك في اليونيفرسيتي هذه، الجامعه هذه ما نعرفش من جامعه راكم بعد نقول لكم عليها، في بودوا، في الاقامه تاع النساء تاع بودوا، زوج بنات جو بونس خواتات تعدى عليهم واحد بمارطو، تعدى عليهم واحد بمارطو. دوك نسمعوا الام نتاعهم اللي دارت تعليق للصحافه، صحيفه هذه الحياه، قناه الحياه، دوك تسمعوها واش راهي تقول. علاش؟ باسكو ما كاينش لا عقاب، ما كاين والو، ولا دخلوا اليوم غدوه كراسيل وخرجوا في الامان. وهذا اللي ضرب البنات هذو بالمارطو هو سيت كيما قال واحد مجرم، هذه رسمي او على غالب واحد يضرب مرا مارطو، واش هو واش نقولوا سايرو نو مجرم، بصح في النفس هو مجرم، بصح حتى هو ضحيه. هو انا لو كنكون غدوه الصباح افوكا نتاع السيد هذا، ندخل عند رئيس المحكمه نقول له سيد رئيس المحكمه انا نطلب العفو لهذا المجرم هذا انت اللي جيت ندافع عليه اليوم، خاطرش انتم اللي خرجتوه مجرم بالكلمة هذه. انتوما شكون هما انتوما؟ يعني انتوما المسؤولين نتاع الدولة، مش الدولة، المسؤولين اللي في الدولة اللي رجعتوا الناس مجرمين من ليكول نتاعكم حتى يطلع الفوق وحتى يطلع لليونيفرسيتي، وانتوما تعلموا فيهم في الإجرام. واش تحبوا يخرجوا لكم؟ واش تحبوا يخرجوا لكم؟ كي تدخلوهم من 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 البريمير وانتوما في عقابهم، ها ولازم كيفاش ديروا، ها اختك اللي كنت تلقاها لبرا ذبحها، هاي مرتك اللي كنت تحكمها من هي قتلها، ها ما نعرف واش هو، ما نعرف واش تسناو فيهم يديروا، واش تسناو فيهم يديروا برك. المرأة البي يضرب، الخو يضرب، الخال يضرب، العم يضرب، تخرج الزقاق يضربوها، فيش راح المرأة هذه واش راح تنجم دير مسكينة، ما عندها ما تنجم دير. ولاو دوك النساء هما بعد اخي قلت لكم ولاو عندهم مخ نتاع داعشيه تحت هما، هما بعد نشوفوا ساعه ساعه التعليق نتاعهم تقول لك مليحه فيها. شو واش دارت؟ شو واش دارت مليحه فيها؟ الكورسيون لا 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 كيما قال واحد لا فيولونس. ما يقولكش يا خويا بون المراه دات على الراجل ولا المراه دارت حاجه اللي الراجل ما قبلهاش، اذا كان عدله راهو العداله سيدي. ما تحبوش تروحوا العداله يا سيدي. يا اخي نهار الاول كي جات المراه هذه تتخطب يا اخي ما راحتش وحدها، هوروزمون هوروزمون، لو كان جات كيما في الاوروب اللي المراه قادره تروح مع الراجل وحدها نقولوا هاو. عندنا هنا سيدي درتو نتوما كيما قال واحد الله ما اعطى، لازم تكون الله ما اعطى سينو ما تروحش، ولازم يكون ولي نتاعها. خاطر المراه عندنا هنا الي مينور، لاش ترى كبيره في عمرها 80 سنه، لو كان غدوة امرأة في عمرها 80 سنة تحب تحب تتزوج ما يعقدولهاش، يقولها روحي جيبي ولي أمرك طبقا للشريعة، طبقا للشريعة. هذا هو دونك. كيفاش حبيتو نتوما ما يكونش العنف؟ كيفاش حبيتو ما يكونش العنف ضد المرأة؟ المرأة في الادمينستراسيون تتضرب، تتضرب في ليكول، تتضرب في الزقاق، تتضرب في دارها، تتقتل في دارها، تتقتل في الزقاق، خلاص هذه هي. واش من حل كي تقولوا لي نتوما اهدر على المشكل هذا وين هو الحل؟ انا ما عنديش حل. انا حل في هذا بلاد كيما هذه اللي قاعدين يستغلوا في الدين، ها يستغلوا في الدين باش يحكموا المناصب نتاع ما يقولش باكزومبل. انا يا خويا عندي ديبلوم نتاعي، نجيب لك الديبلوم نتاعي قال ها نحب نخدم، لا هو يجيب لك اللحيه نتاعو ويجيب لك القميص، قال الله قال الرسول باش يلحق للمنصب. هكذا هذه هي، هذه الخدمه. دونك اش راح نقول لكم انا؟ بلاد اللي فيها دين الدوله هو الاسلام، واش بقى؟ دين الدوله هو الاسلام. الوغ كو الدولة ما تصلي ما تصوم ما والو،
ما الدولة ما هي مسلمة، ما هي مسيحية، ما هي يهودية، دولة مؤسسات. علاش نروح ندير لها انا ندير الدولة الإسلام؟ علاه بوركوا يا سيدي يديروها دولة إسلامية فرد خطرة وخلاص؟ أنا ما فهمتش أنا علاش نهار كيلفيس دار انقلاب راح يدي باش يدير دولة إسلامية نحيتوا له الحكم، علاه ما خليتهمش؟ يخليهم يديروا دولة إسلامية وخلاص، يضلوا يجلدوا في الناس ويضلوا يذبحوا في الناس ويقطعوا في اليدين نتاع الناس ويظلوا كيما قال واحد وخلاص، كي نضلوا اكثر من افغانستان وخلاص، علاه ما علاه نحيدوا لهم الحكم؟ قلت لا لا، احنا الجزائر ديمقراطيه. بقى وين هي الديمقراطيه هذه؟ وين هي هذه الديمقراطيه هذه؟ ديمقراطيه مرة في عمرها 80 سنه كي تحب تعقد مع واحد يقول له روح جيب لي ولي امرك، هذه هي الديمقراطيه؟ ديمقراطيه نتاع المراه ما تقدرش تروح تخرج وحدها تقضي، ولا ما تقدرش تروح من دوايجي وحدها، ولا كيما قال واحد ما عندهاش حق تروح لدار باباها، ولا ما تنجمش تخرج من دارها. كانوا نساء درك بعد درك بعد نساء ما مساكن ما يقدروش يروحوا لديار والديهم، ما يقدروش يضربوا ينفخلها وجهها، كنت تقول له روح لدار بابا ينفخلها وجهها. وجيت كاينه حاجه حقارين، انا قلت قداش نقول لكم الغاشي نتاع الجزائر حقار، انا نقول لكم حقارين، خاطرش نكون على بالو بلي الطفله هذه اللي قالت له روح للبابا عندها خيانها وعندها عراش، ينجم يمسها، ينجم يمسها، والله ما يمسها، والله ما يمسها، يقول له روح الباب الدار باب يقول روحي. مي كي الدار وحدها مسكينه ما عندهاش الوالي، ما عندهاش شكون يدافع عليها، هذاك الوقت هذاك وين يزيد هو يولي فرعون. ويا اخي قلت لكم على القصه نتاع المراه في الجزائر مسكينه اللي غضبت راحت عند باباها وامها كبار مساكن شايب وعزوج، ويلحقها رينجو، يلحقها رينجو للدار نتاع باباها ونتاع امها ويقول لها تخرجي معايا درك، وهي مسكينه مع بنتها قاعدين حاكمين فيها ويبكي ويقول لها تخرجي درك، وباباها يقول له يا وليدي يرحم والديك خليها برك تنحي الغيظ نتاعها وتجيك غدوه، راك تجي غدوه انا نجيبها لك انا، درك تخرجي درك 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 ما فيها لا 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 هذه لا تخرجي درك. وحكمتها امها مسكينه تسلم عليها وباباها يسلم عليها، يا بنيتي يا بنيتي روحي مع راجلك، الا غالب راجلك قال لك يا تروحي روحي، وهي تبكي وخرجت معاه وعقبوا الدار هزها من دار باباها ويمشي بها قول واحد مع قداش 200 متر و 300 متر ويحكمها يذبحها قدام بناتها، وما يكفيش يزيد يهبط يطير لها عينيها بالموس والناس تتفرج، والناس تتفرج. واش تقولوا لي انتم؟ احنا رانا في دوله ولا رانا في بلاد اللي تحترم المراه ولا تحترم الوي مارس؟ المشكله انا نقول لكم الحق، الوي مارس هذا ما ديروهش عيد، ديروه ان جورني دو بروتيستاسيون يا لي فام، اخرجوا لبرا وديروا ان جورني دو بروتيستاسيون، خلي يسمعوا بكم بارتو في العالم باللي راكم محقورين باللي راكم مضطهدين، وخلي هذوك النساء الدعشيات هذوك خليهم يبقاو كيما هكاك مساكن، لا غالب عليهم مساكن، لا غالب، كاين اخرين لا غالب عليهم، امراه ما عندها وين تروح، تخرج غدوه الصباح ما تلقى، لو كان يطيشها راجلها ما تلقاش وين تروح، لو كان يطيشها راجلها يقولها خرجي، سيرتو اذا ما عندهاش والديها وما عندهاش الناس اللي وراح تروح مسكين. كاينه عندنا حنا في الجزائر وين جيها المراه تروح كي راجلها يطيشها؟ ما كاينش، ما كاينش. دونك على هذاك مساكن تقول كذا خليني خلي راجلي يضربني خلي يدير لي خلي حتى يقتلني، ولا غير خير ما نروح نخرج سخاخ نطيش. دونك انا نقول لكم هذا 8 مارس اللي جاي هذا بور لي فام انتيليكتويال، بور لي فام اللي مازالوا ما عندهمش جودر، سمحوا لي بالكلمه هذه، جودر يحكموا فيهم، باسكو هذو ماهمش رجال، هذو جودر. ديروا لا لا 8 مارس هذا ما تقبلوا النوار نتاعهم، باسكو قاعدين يلعبوا كيما قال واحد يهفوا فيكم بالكلمه هذه نتاع البويو، يهفوا فيكم بالنوار هذاك يعطيكم لا دومي جورني هذيك ويجيب لك واش يقولوا نواره يعطيها لك، وقال الحقوق المراه كاينه في والاسلام مد الحقوق نتاع المراه كاملين، سبحان الله. كان شكيل والاسلام ما نهضرش على نتاع ربي سبحانه، باسكو الاسلام واش عندنا حنا هنا؟ الاسلام راه عند لي زوروبي، هذا كل الاسلام، هذا كل كيقول لك مد الحق نتاع المراه عندهم هما مش عندنا حنا. المراه اللي ما تنجمش تروح لدار باباها واش من واش بقى من
واش لقاو نتوما وحده في فرنسا ولا في بلجيك ولا في امريك كي يجي راجلها تقول له والله راني رايحه للبربابه تقول له ما يقولها ما تروحيش؟ لقيتوها نتوما هذه؟ جامي. وعلى هذاك انا قلت وما زلت نقول للنساء والبنات الجزائريات ما تتزوجوش بالجزائريين، اذا لقيتو باش تتزوجوا بالكحالش ولا باليهود ولا بالفرنسي ولا بالبلج ولا روحوا تزوجوا، ما تتزوجوش بالجزائريين باسكو سون دي كريمينال. انا نقول لكم اسمحوا لي بالكلمه هذه لازم نقولها، ليش انا الجيريان، مي هكا علمونا، هكا دارونا، هكا قراونا، لازم تضرب المراه، لازم ما تخليهاش، لازم اختك كي حكمتها البرة تعطيها طريحه، لازم هذا واش قراونا، هذا واش نعتونا، واش حبيتونا انا نديرو. دونك انا نقول لكم يا نساء يا بنات اللي مازلتوا ما تزوجتوش، انا كون جيت في بلاصتكم ما نزوجش، نبقى سيليباتير وما نزوجش، نقول لكم الحق. تكوني معزه مكرمه في دار بابك تروحي للسيد يبدا يهرس فيك، واش من زواج هذا؟ واش من زواج هذا؟ واش ديري به الزواج هذا؟ بوركوا؟ الراجل راه يجي لا ميري باش يعقد بور لوي راهو شراك، بور لوي راهو شراك، سيت ان اكت دو فونت، ماهوش ان اكت دو مارياج، نو، سيت ان اكت دو فونت. خلاص كي صبحتي مرتي دوكا يدير لك واش بغا. كاينه هذه في عند اللي تعيطوا لهم انتم الكفار، كاينه هنا الدوله هذه كيما عندنا حنا اللي المراه مخش خشمها مكسر مكسر ويجي من بعد قال احنا سامحنا، قال يا خلاص اي روح تروح، زيد الخطره الجايه واش غتكسر لها خشمها، زيد عميها على عينيها في زوج. مرأة اللي مسكينة تروح تشكي يقولها ما عندنا ما نديرولك، ما عندنا ما نديرولك، ولا يحكموا يلوحوها في الحبس ويخليوها كيما يخرج من الحبس يروح يقتلها. واش من قانون واش من لاخر واش من حل تحبوا لي يكون؟ ما كان حتى حل. الحل كش ما يكون؟ إذا كش ما كان راح يكون حل، راح يكون على سنوات وسنوات وسنوات وسنوات، مي دوكا ما كانش، سمحوا لي شوي ديزولي، مي هذا هو الحل اللي كان، هو ما تزوجوش بهاللي كريمينال خلاص، روحي تزوجي في لوروب كلش نتاعك مضمون، حريتك كامله مضمونه. ويجيني واحد السيد هذوك النهارات يرد عليا يقول لي انتم منافقين، في لوروب كل ثانيه مراه مقتوله، اذا في لوروب كل ثانيه مقتوله قتلوها بني عمك، قتلوها بني عمك. انا جامي شفت فرونسي قليل وين نلقى واحد ما على باليش انا ندي تراكي ولا ما على باليش بيه واش صرالو ولا ندروكي ولا من اللي فريمون دار هذا الشيء هذا. مي عندنا هنا سي او كوتيديان، سي او كوتيديان. دونك انا يبان لي بلي ما كانش حل، الحل هو يجي كيما قلت لكم عن لون تيرم، لازم نبداو نقريو الاولاد كي في البريمير كي يدخل البريمير بعد نضلو نعتلو بلي العنف راه ما يجيب والو، ونبدلو القوانين تاعنا كل ما يكونوش وعمرهم ما يكون، وما نظنش كان يكون، شو بيسيميست في بلاد كيما هذه، شو تخي بيسيميست. الناس لقاو هذه الدين هذا يتشبطوا فيه، يديروا المناكر نتاع اللي عمرو ما دارهم حتى لو ديابل بعد ما يديروهمش، ومن بعد يهز الطياره يروح يضرب دوره في السعوديه، يزيد كيما قال واحد يمد الدراهم الاهل السعودي يديهم الامريكان ويديهم اليهود، ويجي يرجع قال وجا يدير كيف اسمه في يجيبوا هذيك الدبلوم هذاك وجا الحاج لا مبروك اسيدي غفر لك ما تقدم وما ذنبك خلاص سي فيني، انت الشيء اللي درته كامل خلاص تمسح سي فيني. علاش؟ باسكو ضرب الدور على السعوديه خلاص الشيء اللي درته كامل خلاص سي فيني، مابقاش هو يدير لا تيرور من بعد يروح للسعوديه خلاص يسمع جا كارني بلونش بلون ان كارني بلون ما فيه والو خلاص كيما قالوا كيما ولدتك امك. يا اخي ضحكه يا الله يا سيدي يا اخي ضحكه يا اخي. ولا صوم عرفه ولا ما عرفش صوم من صمى ذاك من هنا غفر له ما تقدم وما تاخر من ذنبه. دير لا تيرور اسرق اضرب دير واش بغيت وصوم عرفه وروح اضرب دوره كيف اسمو اضرب دوره للسعوديه وروح بكري هما الناس تتعب تمشي دوكا بلافيون الصبح في العربيه السعوديه وما نقولكمش واش راه صرا في العربيه السعوديه
باسكو لو كان نزيد نقول تضل الناس تب فيا بورتو مانيش هنا انا ما رحت ما نروح ما حضرت من الناس اللي راحوا اللي يهضروا ونساو رجال الشيء اللي صرا في صاري لهي عمره ما يصرا حتى لا عند المسيحيين لا عند اليهود لا عند الشواطن هذاك دي بروف والناس اللي يهضروا الناس اللي راحوا هما اللي يهضروا مانيش حنا اذا واحد حاج ولا واحد راح ولا مرا راح دير عمره ودير حجه وتروح تجي تقول لي ها هو صرا لي لهي ولا ها هو صرا لنا ها هو صرا لنا يعني حاجه حوايج ما كانش حتى في الفيلم ما كانش هذه هي واش غنقول لكم انا ما نجمش نقول لكم باللي غدوه الصباح راح يكون حل ولا نقول لكم غدوه الصباح هذه الدولة الناس اللي حاكمين الدولة هذه بالعاني على بالهم يخافوا من الإسلاميين يخافوا من هاد الناس حاكمين العصا من النص كيما قال واحد هاي المرأة تتقهر تتضرب تدير ما عندهاش الحق المرأة هذه ما شفتش الخطأ اللي فات المرأة عندها الأولاد طفل مسكينة ما قدرتش تقريه باسكو ما عندوش وقت باسكو باباها اللي راه ما حبش يستعرف به وراح كيما ولا حكم الحبس وراح المرأة باقية بولدها بلا شي بابي يا ناس عطيوه البابي ما كانش كاينة وحدة راحت للمغرب داروا لها كواغت في المغرب راحت للمغرب قالوا لها قالت لهم فوالا ما حبوش يعطيوني الكواغت هنا في الجزائر راحت للمغرب استغلوا الفرصه المغاربه داروا لها الكواغت لولدها وشركه الباسبور بدا من الناس الكل وكي نقول لهم يا ودي فضري هذه حوايج دنيويه حوايج دنيويه هذو الكلاب ويعطيهم في الاسامي كلاب قطوط يعطيهم في الاسامي وعلاش حنا ما نجيبوش نبدلو الطفل اسمو على بوركوا علاه ما نسموهوش على مو وش هي مو سميوه على نقبة مو خلاص باباه ما عادش يستعرف به الله لا ينقل عليه روح امشي خود نديرو نسمو على مو روح يقرا على روحه ونمشي واش صرا ربي ما يخليكمش بعث لكم تيليجرام قال لكم ما تقبلوش لو كان نديروها راح السما يهبط علينا ها هو ما كانش حنا درناها والسما ما هبطش احنا درناها احنا والسما ما هبطش السماء باقي في بلاصتو والارض باقي في بلاصتها دونك كيف اسمو لو مال اي ترو بروفون ها لو مال اي ترو بروفون وعلى هذا نقول لكم بلي ما نقدروش ما نجموش انا بور لانستون ما عنديش الحل كيما اللي عنده حل يقول لي ما كاينش امبوسيبل بهذا الشيء اللي رانا نشوفوا فيه دركا عندنا هنا في الجزائر نخدم ندير والو تيجي بدي يقول لك انت ضد الدين يدير لك مشكل انت ضد قدام يقولوا لك قدام يقولوا لي انا راني مسلم نصلي ونصوم وما يقولوا انت ملحد علاش باسكو كي نهضر الحق كي نهضر الحوايج اللي ما يدخلوش راسي يسمى انا ملحد لازم نكون معاهم لازم قال المراه العصا اللي من عصا لازم نقول حتى انا المراه راهي اخت الشيطان ولازم نقول باللي المراه راهي عوره ادرك النساء كاين النساء خير من الرجال نقدر انا عندي معايا دي زامي دي فام قسما عظما غير خير من الرجال دي انتيليكتويال يقراو يفهموا يعرفوا كل شيء كيفاش نقول انا كي عوره كيفاش لي عوره ياك انت لي عور انت لي لا شراك تشوفهم بصح انت راك ديجا كيما قال واحد ما نعرف شكون القبيط اللي قال لي كاين واحد السيد هذا مسكين هذا الارتيست هذا مسكين يضل يقولوا عليها ومات ومسكين ومازال حي ومازال يقتلوا فيه قلت لهم انا بلاك كتبت لهم قلت لهم بلاك نتوما تموتوا قبله قالوا لي سيدي صالح وقرود واش الخطر كل خطر يكتبوا له تحت وتوفى الناس ما لقاو ما يديروا الراجل عايش وهو يقتلوا فيه قلت لهم انا بلاك هاد الناس اللي يقولوا كيما كيموتوا قبل منه هو تكلم واحد صاحبي قال لي ديجا هما حيين وشحال ميتين ديجا هو ما يمشي وبركة ما يمشي وياكلوا ويشربوا ما هما يصوموا مور صافي لونطا يسيري انا الحل اللي نشوف فيه ما يكونش حتى نجي نهار اللي نحبسو ما عادش نبزنسو بالدين هذا هو نهار نحبسو ما نزيدش نبزنسو بالدين ونضلوا نروحوا ليزيكول نتاعنا يوليو دي زيكول لايك اللي ما يبزنسو لا بالدين لا بحتى حاجه يمشيو بالقوانين نتاع الدنيويه ثم ان شاء الله نقول لكم نخرجوا من هالعنف هذا وان شاء الله باللي نسى ما يزيدوش يتقتل غير البارح برك مرا مسكينه في بلعباس وقيلا شتيها بلعباس وقيلا شتي بلعباس فوالا اي جو كوا شتي بلعباس
كان ساكن في التجمع الفوضوي قريب من حي عبد القادر بومليك الشعبي بضاحية شرقية لمدينة سيدي بلعباس. هز آلة حديدية وعطاها على راسها وضربها خلالها دومتها تجري خلالها ميتة وهرب. هذه غير يلزمك. وهرب راح راح طلع للجبل حيت واحد يروح عند الإرهابيين. حكموه في واحد الجبل، في جبل يقولوا تسالت. الطفل المرأة هذه مسكينة اللي مات عندها طفلة صغيرة. هذه ستي إياخ. وزيد يقول لك التحقيقات راهي متواصلة باش نعرفوا الأسباب. شغل كاين، شغل كاين حاجة اللي تخليك تقتل. شوفوا هذيك الهضرة هذيك، رامي التحقيقات متواصلة، ما يقولكش كيف اكزومبل كيفاش نحبسوا من الليموراجي هذه نتاع الناس اللي تقتل في النساء ونشوفوا كيفاش على واش نلقاو لها حل ولا نو. يشوفوا الأسباب. بالنسبة لهم هما المرأة إذا دارت حاجة لازم تقتل. بالنسبة لهم هما الناس هذو الأغلب. على كل حال، على كل حال انا الناس اللي قالوا لي راح نقول لكم باللي سامحوا لي، كما قلت لكم الحل الوحيد هو اننا غدوه كي تكون دوله اللي تحبس ما كانش الدين الدوله هو الاسلام، دوله ما تصلي ما تصوم، هذه غلطه لازم نحيوها. نهار يحبسوا ما يزيدوش يبزنسوا بالدين خلاص، هنا نعرفوا باللي الجزائر راح تمشي في طريق صحيح. مي مادامنا قاعدين بزنسو بالدين، ويزيد يجوني واحد الجماعه هذو قال اسيدي والله غير اليوم زوجنا تقريبا 200 واش يقولوا كوبل اسيدي، والله 200 كوبل زوجناهم اسيدي. والله ما درك اسيدي والله ما هنا اسيدي، ما هنا ما هنا 200 كوبل هنا و 200 كوبل هي واش يديروا لهم من الكوبل هذو؟ واش يديروا؟ يشريوا لهم لبسات ويجيو يديروا لهم القران وقال الله ما اعطى، وإذا ويروحوا يديروا ملمات في الجوامع من يديوا مع قداش، إذا لموا 500 مليون يصرفوا عليهم 100 مليون والباقي يديوه هما. وقال صاي الحمد لله الجمعيات هذو والله غادي يعطيهم الصحة، راهم والله قدروا باش يزوجوا 200 مرا. راكم ماهوش راكم زدتوا مشكل كبير للمساكن البنات هذو والولاد هذو اللي زوجتوهم هذو، زدتوا درتو لهم ان غران بروبليم، وزدتو درتو ان غران 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 بروبليم. علاش؟ باسكو لو كان جيتو صح، صح بغي حبيتو صح تعاونوا هاد الناس هادو، ما قلنا لكمش زوجوا 200 و 300، روحوا زوجوا كل عام زوجوا 10 برك اسيدي، بصح دير لهم التاوي قبل ما تزوجوهم. الزواج ساهل باش تجي تحط القران وقال ومن هنايا وتلبس الكوستيم وتلبس لها روب دو مارياج، هذيك هذيك سهله الناس كل ديرها. المشكله ماشي هيك ذنبها، اذا صح تحبوا صح تزوجوا، روحوا جيبوا لهم ساعه سكنه، روح جيب له سكنه ساعه، موش تجي قال من بعد مسكين يروح يكري في كراج ولا يروح يزوج في 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 دار باباه ومن بعد يصيروا المشاكل. روح جيب له ساعه سكنه ساعه قبل ما تزوجوا، جيب له سكنه ومن بعد ديك الساعه روح زوجوك الساعه. والسكنه وحدها ما تاكلش، خاطرش غدوه الصباح المراه ما تخدمش والراجل ما يخدمش، وتجيب له سكنه ودخل ودخل واش الوه كي من بعد يدخلوا في مشاكل، يجي يديروا الاولاد ويزيدوا يدخلوا في مشاكل. خلياك يتزوجوا لا سكنه لا خدمه لا والو، وقال راه حنا لمينا صوار نروح واسيدي نديروا احتفال ونجيبوا للمعارض، وقال روحوا من هنا وقت تشوفوا اسيدي والله الجمعيه يعطيهم الصحه اسيدي والله قدروا باش يزوجوا. انا والله لو كنت جيت انا من وزير الداخليه غير نحل هذه الجمعيات هذو، والله العظيم غير نحلهم، باسكو هما زادوا ساهموا في المشاكل اللي صايره دوك. بروبليم موش هذاك هو، موش نروح نتزوجوا، بروبليم نروح 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 نجيب لهم اللوجمون ساعه، روح جيب لهم اللوجمون ساعه هذاك هو، يا اخي تلموا في الصوارد، روح بنيو لهم دي لوجمون. فاهم نقول لكم جيبوا 200 ولا 500
زوجوا 10 في كل عام سيدي راك، ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم، بالتقدر. دير لهم سكنة وشوفوا لهم خدمة، ومن بعد سهل الحال، هذاك الزواج هذاك ساهل المهل، كيجي كيما قال واحد. موش راح تجيب قال شكون الأرواح والبنات اللي ما قدرتش تزوجوا، ونحنا رانا هنا جمعية، تروحوا تلموا 500 مليون. كما قال واحد تعطيهم اللي هما 200 باش يزوجوا بهم، والباقي تديهم. وقال لنا احنا جمعيه تاع واه تاع الريح هذه. الله غالب، هذه هي البلاد. راح الحال راهي غير 25، ما نعرف نقدر نرجع لكم ولا ما نقدرش. نحيي احبابي وصحابي كاملين اللي بعثوا لي دي كومونتير، الناس اللي تسقسي علينا كاملين نقول لهم بارك الله فيكم. الناس احبابي وصحابي ما عنديش خبر عليهم، تهنيت عليهم، ان شاء الله يكونوا لاباس، ما عندي حتى اوكي نوفال. ان شاء الله من الغدوه يكونوا دي نوفال ان شاء الله. نقول لكم تبعوا على خير اذا ما رجعت لكمش من بعد، اذا كاين ينطخ انفورماسيون نقدر نرجع لكم رابيدمون، واذا ما كانش نقول لكم هذا ان شاء الله بحمد.